أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة اتكلمنا عن الصلاة وجمال الصلاة وجمال معية المولى عز وجل، وعايزة بس أحكي لكم على حكاية كده عشان بس أقول لكم جمال معية الله عز وجل. كان في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كان مشهور جدا بالورع والعبادة والإيمان، وكان تاجر كبير قوي. في واحدة من السفريات بتاعته وهو رايح بيجيب شغل وتاجر، فقابله لص، فقال له خد أنا هاخد اللي معاك كله وهقتلك. فقال له خد الفلوس وامشي سيبني. فقال له لا أنا هقتلك. فقال له طب ممكن تسيبني أصلي؟ قال له صلي وبرضه هقتلك. فراح مصلي، وفي آخر سجدة قال يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد، يا فعال لما تريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قام من الصلاة، خلاص اللص هيقتله، لقى فارس على فرس كبير أبيض معاه حربة، قتل بيها اللص، مات. فقال له أنت مين؟ قال له أنا ملك من السماء الرابعة، ربنا عز وجل استجاب لدعوته، نزل له ملك من السماء الرابعة. الناس اللي بتقول أنا ربنا مش بيستجيب لدعايا، ربنا سمعك بس مقدر لك الخير أينما كان. ممكن بقى تسمعوا اللي جاية دي. فالملك بيوصف له إيه اللي حصل في السماء بسبب دعوته. أول مرة قال يا مغيث أغثني، سمعوا قعقعة لأبواب السماء. في السماء الثانية في تاني دعوة سمع ضجيج في أهل السماء الثانية، والسماء الثالثة نفس الكلام. فدعا المولى عز وجل الملك وقال يا رب أنا لها، فنزل وقتله. فربنا عز وجل ممكن يقلب موازين الكون كله عشان سلاح قوي هو سلاح المؤمن، وهو الدعاء. الدعاء والصلاة ومعية المولى عز وجل. عشان كده النهاردة هنكلمكم عن الصلاة وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنقول لكم نصلي بقى على يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، مع شيخنا والدكتور أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسفة على الإطالة بس كنت نفسي أقول لهم القصة دي. ربنا يعزك. ربنا يبارك فيك، دايما بتمتعينا يعني. ربنا يكرمك، ربنا يعزك. طيب احنا الحاجات بقى اللي احنا ما ذكرناهاش في الصلاة. نعم. في الصلاة في ناس بتقول الله أكبر والله وأكبر. نعم. إيه الأصح؟ وهل الاثنين صح؟ وإيه الاختلاف بينهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني سبحان الله، وإحنا بنتكلم عن الصلاة يعني الحلقات دي بنشعر فيها بميزة خاصة كده يعني. صحيح. لان هي اعظم حاجه في الكون، يعني هي الحاجه. دايما نقول للناس ايه، انت تاخد معاك الصلاه، لا تاخد معاك فلوس، ولا هي الصلاه هي العباده. اول ما يحاسب عن اخواننا اول حاجه هنسال عنها الصلاه، هنتحاسب عنها الصلاه. فبنشعر فيها براحه سبحان الله جميله جدا يعني. ولا سيما بقى كمان لما نتكلم عن صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيصلي ازاي صلى الله عليه وسلم؟ وكتير من الناس هيجدوا ان في حاجات كتير هم ما كانوش ياخدوا بالهم منها. واحنا عايزين نقول ايه، ان حركات الصلاه مهمه، والاهم منها ايه، حركات القلب. صحيح. ان القلب يتقلب بين طاعه وطاعه. يا استاذ امير، القلب ده العلماء قالوا ما سمي القلب الا ايه، من تقلبه. صحيح. فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فالقلب عندما يتقلب بين طاعة وطاعة هينعم بأنس الله ونعم بالله العلي العظيم، هينعم بأنس الله.
ولما يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى سوف يجد وحشة. حتى لو كان في نعيم الدنيا كله، لو كان بين الأموال بين، لكن يبعد عن ربنا سوف يجد وحشة في قلبه. فإحنا هنتكلم عن هيئات الصلاة ليه مهمة، أو مهمة ليه مهمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني إيه أصلي. فإحنا عايزين نصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أول حاجة استحضار النية، إن أنا هصلي واستحضار النية لا يجوز التلفظ بالنية. يعني هو بيبتدي الصلاة أيوة. ويقول ما بيقولش النية لكن بيستحضرها في قلبه، بيستحضر. لأن في بعض أجدادنا وأبائنا الطيبين كانوا يقولوا إن نويت أصلي مش عارف إيه حاضر، لا الكلام ده غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يبقى النية محلها الإيه؟ محلها القلب. طيب بعد كده تبدأ بالإيه؟ بتكبيرة الإحرام. بس أنا عايز أقول حاجة مهم قوي يا مسلم، تستحضر عظمة الله في قلبك. انت رايح تقابل ربنا، صحيح. انت رايح فين؟ وزي ما قلنا بنقول ونأكد ان بعض الصحابة وبعض زي الحسن بن علي كان اذا توضى اصفر واحمر وجهه، فيقولوا له مالك في ايه؟ فكان يقول لهم ويحكم او ما تدرون بين يدي انا قائم. انتوا مش عارفين انا هقف بين ايدي مين. فالواحد لما يستحضر نية ان هو يقابل ربنا استاذ في ايه اللي يحصل؟ انا رايح لربنا وعندي ذنوب، انا رايح لربنا وعندي عيوب، انا رايح لربنا وعندي تقصير، فيتولد الخجل والحياء من الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. فده شيء جميل. طيب يبقى انا استحضرت النيه وايه وبقول ايه؟ الله اكبر. مش الله واكبر، الله واكبر الواو دي تبقى شرك. ده في ناس كتير بيقول الله واكبر. لا ده غلط يا اخوان. الهاء مضمومه مفيش واو، الله اكبر. ليه شرك يا دكتور احمد؟ يعني برضه عايزين نقول للناس الله، لان اشركت مع الله حد تاني. الله يعني كان في الله وفي حد اكبر. ما الواو للمغايره، لكن الله يعني هو الاكبر. الواو دي بيسموها في اللغه يعني ده غير ده. ده لا، هو ده اكبر صفه لله سبحانه وتعالى. الله اكبر. فده امر ايه مهم. يبقى احنا رفع كيفيه رفع الايد عند الصلاه دي اسمها تكبيره ايه يا استاذه ميرا؟ تكبيره الاحرام. يعني ليه احرام؟ يعني يعني كل الحاجات في الدنيا حرام عليك في الصلاه، تاكل حرام، تشرب حرام، الا بس ايه الصلاه انت فيها، الا التسبيح والتكبير وقراءه القران. كل حاجه في الدنيا علينا ايه حرام. طيب الله اكبر. كيفيه وضع اليد بقى، حركه اليد. احنا في المساجد بنشوف الناس حاطين ايديهم كده وايديهم كده، او اسدال اليد حاطينها جنبهم، تمام. فاحنا مش عارفين ايه الوضع الصح للايد، وهل في وضع ايد للنساء غير الرجال ولا الاثنين واحد؟ طيب هنا رفع الايد ناخد بالنا، قلنا في ثلاث مواضع كلها صحيحه. الايد تكون بمحاذاه الاذن، محاذاه الاذن يعني مقابله للاذن. مش في بعض الناس لازم يلمس، لا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه حتى لما بيعمل كده ايده ما بتبقاش مقابله للقبله. فالايد تبقى مقابله للقبله كده، او بمحاذاه المنكبين هنا كده، او حتى لو كده الله اكبر بمحاذاه الصدر كده بس اتجاه الايه القبله. تمام كده. الله اكبر. واجي ايه، انا حضرت زمان محاضره لاستاذ عالم من علماء الحديث في كليه اصول الدين جامعه الازهر، وانا طبعا ابن اصول الدين جامعه الازهر، هو كان استاذ حديث وانا تخصص التفسير. المهم فكان قال في روايتين صحيحتين في كيفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، روايتين طريقتين صحيحتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. طبعا في الحديث كان النبي يضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، ده ثابت. طيب الطريقه الاولى كف الباطن ده على ايه؟ على ظهر اليد اليسرى كده. كف ده على ايه؟ على ظهر دي كده. حضرتك حاططها تحت الصدر. على الصدر. تمام. ده الصدر ده. ماشي. دايما بنشوف الناس عاملين كده. ادي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه الثلاث صابع دول على الايه الرسخ الساعد ده كده. انا اسفه بس الطريقه الاولى حضرتك كنت كده كنت قابض على ايوه قابض على كده اهو. تمام. على الايه على ظهر الايه اليد اليسرى كده،
دي الطريقه الايه؟ الاولى. الاولى. الطريقه الثانيه الثلاث صابع دول على الساعد ده والرسغ ده كده. تمام. يبقى دول الطريقتين. طب بعض الناس اللي بيعمل كده واللي بيعمل كده واللي بيعمل كده واللي نزل ايد كل ده غير صحيح. طيب لو واحد عمل كده صلاته تبطل؟ لا ما تبطلش، بس الاجر ناقص. صحيح. واحنا لسه قايلين صلوا كما رايتموني اصلي. اصلي فانا كمسلم نفسي اصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم عشان الاجر يبقى كامل. صحيح. يبقى هنا ايه، في بعض الناس بيرسل يعني بيسيب ايده ما بيحطش، لا الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. اللي بيسيب ايده دون لان الامام مالك كان بيرسل ايده. الامام مالك كان اتعذب وحصل خلع في ايده، فما كانش لا كان لا يستطيع ان يضع اليمنى، ما كانش قادر يرفع ايده، فكان بايه بيرسلها كده. فظن بعض التلاميذ ان دي ايه من السنة. لا هذه ليست من السنة. يعني الاصل اليد اليمنى على اليد اليسرى. على اليسرى. في برضو انا اجد ان بعض الناس بيبقى بي 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 بيحطوا ايديهم في مكان شاذ، يضع يده كده بس تحت السره. لا بقول على الرجال طبعا، فلا هذا شاذ، ما ينفعش ايدك تبقى فوق السره وايه يعني في هذا المكان. على الصدر او تحت الصدر على طول في هذه المنطقه. يعني يجوز يحطوا هنا ايديهم على الصدر من فوق. من فوق لا كده يعني مش كده لا كده مش لا كده اهو. تمام. في هذا المكان كده. تمام. ده الثابت وده الصحيح. تمام. فيما بعد ذلك احنا بنقول لا الصلاه يعني مقبوله ان شاء الله، بس الاجر هيبقى ناقص. تمام يعني كده في حد يقول يعني يا شيخ احمد انا لو ما كنتش بعمل كده صلاتي ما تبقاش مقبوله كامله؟ لا صلاته مقبوله كامله بس الاجر اللي ناقص. الاجر ما كل ما الواحد يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه اعظم. يعني كل ما كان اخشع في صلاته كل ما كان ثوابه. ما هو ده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح. صح كده. طيب رفع الايد بقى كام مره بيرفع ايده كده؟ التكبيرات بقى. أيوة. بعد تكبيرة الإحرام. وردت في الصحيح النبي كان يرفع إيده في الصلاة اللي هو كده يعني أربع مرات. أربع مرات. تكبيرة الإحرام. الله أكبر. تمام كده. قرأت سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن. أرفع إيدي تاني وأنزل إيه للركوع. أدي كده رفع إيه، رفعت إيدي مرتين. المرة الثالثة الاعتدال من الركوع، لما اجي اقف بقى من الركوع اسمي على ربنا ولك الحمد. طيب بعد ما قلت ربنا ولك الحمد واحنا بناكد على السلام ان احنا ده هنعمله عملي ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا الفاصل بعد الفاصل ان شاء الله بنتكلم نظري وبعد الفاصل نعمله عملي ان شاء الله. يبقى الرفع الثالث ايه، ان احنا بعد القيام او الاعتدال من الركوع برفع ايدي كده سمع الله لمن حمد. لمن حمد. ده الثالثه. الرابعه عند القيام من الركعة الثانية أو إن شئت فقول إيه التشهد الأوسط بعد ما أقوم منه للركعة الثالثة برفع إيدي أقول الله أكبر. يعني بعد الركعة الأولى ما فيش رفع إيد. بعد الركعة الله أكبر وأنا قاعد من غير ما أرفع وأنا قايم. وأنا قايم يعني أنا خلصت الركعة الإيه الأولى وأنا قايم بقوم بكبر. لا بس في ناس يا دكتور أحمد في السجود بعد ما بيسجدوا ويبقى طالعين عشان السجده الثانيه ايوه بيقولوا الله اكبر وهم قاعدين أيوة. ويروحوا نازلين ثاني. لا هذا خطا. هذا خطا. لا رفع الايد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربعه مواضع اللي احنا قلناهم، عند تكبيره الاحرام، عند الهوي او عند الذهاب الى الركوع، عند الاعتدال من الركوع، عند القيام من التشهد الاوسط، عند القيام من التشهد الايه؟ الاوسط الى الركعه الثالثه. هو خلص الركعه الثانيه بالتشهد وقايم ايه؟ يجيب الركعه الثالثه فيرفع ايده ايه؟ ليه عند انما في الرابعه لا في الاولى لا، في البعض قال ممكن في الرابعه لكن بنتكلم على الثابت اربع ايه مرات كان النبي يرفع يده. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حضرتك قلت لنا سمع الله لمن حمده. ايوه. بعد سمع الله لمن حمده بحط ايديا تاني، يعني بحط ايديا تاني ولا بنزل على طول السجود؟ ولا بسيبها ولا بسيبها ولا بسيبها بس ولا برسلها. الامام احمد بن حنبل ليه كلمه جميله الحقيقه، قال ايه؟ قال من شاء فليقبض ومن شاء فليرسل. يعني انت وضعت ايدك خير وبركه، ما وضعتش ايدك خير وبركه. ولا ينكر من قبض على من ارسل، ولا ينكر من ارسل على من قبض. يعني دايما احنا بنقول يا اخوانا في سعه،
في هيئات الصلاه، لان في هيئات ربما تكون اكثر كثيره. فواحد يعني هنجد مثلا في التشهد، في تحريك، في اللي يحرك ايده صابعه، في اللي ما يحركش، في اللي ما يرفعش غير في لا اله الا الله، في اللي ما يرفع، دي حاجات ايه فيها سعه. يعني مش عايزين ان ايه الناس واحد لا ده انا تعالى، وفي بقى في انكار على بقى. لا صحيح خالص، الامر فيه سعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب قبل ما يسجد سمع الله لمن حمده، ونلاقيه وهو بيقول وهو بيقرا قران عمال يتلفت يمين وشمال. فهو المفروض ينظر الى ايه، والمفروض يتلفت ولا برضه ينقص منه الاجر؟ ده يعني في الحديث ان الله نصب وجهه الى وجه عبده اذا وقف بين يديه في الصلاه. فده امر كبير جدا، يعني انت لابد وان تعلم انك لما تدخل في الصلاه، عندما تدخل في الصلاه الله ينظر اليك. نعم بالله العلي العظيم. وبعدين طيب، في ناس بتقول انت وشك منور من الصلاه. نعم، علشان حضرتك اللي قلته اللي أيوة. ربنا عز وجل كأنك وجل. اخذت من نور وجه الله سبحانه وتعالى. طب دلوقتي ينفع يا مؤمن ربنا يبص عليك ينظر اليك وانت تبص على واحد رايح ولا واحد جاي؟ في استاذه ميري فعلا للاسف بعض الناس، وربما يكون مظهرهم مظهر السنه، لكن اي حد ماشي يقعد وهو بيصلي يقعد يبص عليه ويبص على ده ويبص. صحيح، ده النبي قال ان الشيطان يختلس يعمل ابن ادم النظره في الصلاه. النبي علمنا كده، ان الواحد لما ينظر كده ده الشيطان الذي اختلس منه هذه النظر. يبقى الشيطان هنا ايه بيختلس منك، وما اعرفش احنا قلنا قبل كده هنا ولا لا، في شيطان مخصوص عشان يضيع علينا صلاتنا. قلنا عليه اسمه خنزب. ايوه يجوز بالكسر وبالفتح وبالضم، خنزب. يجوز الايه الثلاث. وقلنا ان هو يعني اسمه بيفسد، يعني لما رجعت في اللغه العربيه لقيت ان معناها قطعه لحم منتنه مفسده. فهو اسمه بيفسد علينا الصلاه، لهم اسمه نصيب. يبقى بالتالي هنا الذي ينظر يلتفت في صلاته يمينا او يسارا، فانك بهذه اللفته لم تعظم ربك سبحانه وتعالى. هو من اكثر الحاجات اللي بتخليني يعني بشوف موضوع اللي هو يتلفت يمين وشمال، الله عز وجل بيقول لعبده الى خير مني. انت يعني افضل مني النظر، سبتني ليه؟ فده امر صعب جدا. وبعدين يعني بقدر، لذلك انا بقول ان نفسنا لما نصلي بمجامع قلوبنا. صحيح. يعني ايه؟ يعني انت بتصلي بقلبك وروحك ونفسك وعقلك كلك رايح لله، كلك متجه لله يا مؤمن. ده انت لو صليت ركعتين بس بقلبك وبنية صافية، الله يغفر لك كل ذنوبك. ايه ده؟ تتوضأ وضوء كده جميل زي ما احنا اتكلمنا، وتصلي الله ركعتين يعني بقلبك وخشوع وحضور قلب، ربنا يسقط عنك ويحط عنك خطاياك. طب هل في رحمة وعظمة اكتر من كده؟ يبقى لا نلتفت في صلاتنا لا يمينا ولا فوق ولا تحت. المؤمن في صلاته ينظر فين؟ ايوه جميل. ليه بقى يا استاذ؟ لان في دلوقتي كثره الحاجات المزركشه بتاخذ بالبصر، وده غير مستحب. مش مزركشه بس، لا ده هو تلاقيه بيفكر في الشغل وفي العيال وهيعمل ايه. يبقى هو ينظر محله سجوده، هذا اقرب للخشوع. انت يعني الحاجه اللي هو بيسجد عليها، المكان اللي بيسجد عليه. محل سجوده هو يعني هو مثلا بيسجد متر و20 سنتي مكان سجوده هنا، فبينظر مكان سجوده وطقطقه الراس يعني قليلا، مش قوي يعني، مش يوطي كده. لا هو العود منصوب، يعني الواحد بيقف ظهره مفرود ورجله زي ما هنبين كده محاذاه للكتف، وواقف وينظر بعينه الى الايه؟ الى السجود في خشوع وطمانينه وسكينه، ليتدبر ما يقرا او ما يتلى عليه من ايات الله عز وجل. طيب حضرتك قلت طقطقه الراس. نعم. يعني الانسان ما يبقاش باصص لتحت قوي كده. ايوه نعم. انا عارفه اللي في حديث عن سيدنا النبي او حادثه حصلت في موضوع طقطقه الراس ده، مش فاكر انا. انا يعني طب فكريني.
هو انا اتذكر سيدنا عمر، او انا بس مش عايزه اقول، بس في حديث اتقال المؤمن لا يطأطئ راسه يعني الى كالاسير الارض. كالاسير في نعم معلومه كده، ان وحتى مش في الوقوف بس، وفي الركوع بعض الناس في الركوع بينزل راسه قوي، لا الراس بتكون معتدله كاعتدال الظهر. يعني الظهر في الركوع معتدل والراس معتدله، لا بعض الناس بينزل ظهره قوي، رافع ظهره قوي، يدمغه نازله قوي، لا انت لست باسير انت وبعدين الموضوع خشوع قلب، مش طقطقه راس، لا 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 طقطقه قلب. والادب مع الله، يعني هي حتى الوقفه فيها ادب مع الله عز وجل، وفيها استسلام صحيح، وفيها ذل لله. ما هو والله المعنى برضو يا استاذه اميره، المعنى خطير. يعني انا واقف وربنا كشفني، سبحانه وتعالى، يعني انا صفحه مفتوحه. يعني ان كان الواحد بيستحي من انسان زيه ان يطلع على سوءته او على خطئه او على معصيته، فكيف بمن لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء؟ ونعم بالله العلي العظيم. كيف بمن السر عنده علاني؟ كيف بمن يعلم السر واخفى من السر؟ صحيح، ونعم بالله العلي العظيم. فالامر، فلذلك الواحد لازم يا اخواننا يبقى عنده كسوف، عنده خجل، عنده حياء من الملك. الله يرى ذنبك وشايف معصيتك وشايف تقصيرك في جنب الله، ورغم ذلك يرزقك ويأويك ويطعمك ويحفظك ويرعاك. أين الحياء من الملك سبحانه وتعالى؟ أين الحياء من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ طيب حضرتك قلت لنا في الركوع لازم يكون ظهره مستقيم. نعم، احنا كلنا بنمسك الركبة وبننزل، بس مش عارفين ازاي الظهر يكون مستقيم. هنا اولا الواحد لما بينزل الركوع بيقول الله سمع الله ربنا ولك الحمد، ويقبض او يرسل كما قلنا، وبينزل ايه للركوع. الظهر بيمسك بايده تبقى مفتحه، ويمسك الركبه بيمسكها ماسكه كويسه، ويفرد ظهره ويخلي راسه بايه بمحاذاة ظهره، زي ما قلت ينظر الى السجود، مكان السجود. هو بينظر الى ما هو سجوده وقتها تحت الوش على طول، مش هيبص بعيد. لا، ما هو دلوقتي لو نزل سجد كده يبقى ده محل سجوده، تمام، مش هناك. هنا بقى المساله ايه، بعض الناس ما بيحطش ايده على الركبه، بيحط ايده تحت، يظن ان هو كل ما ينزل اكتر كل ما يبقى اقرب لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لا لا لا، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللي بيقولوا كان اذا وضع الماء على ظهره لا استقر. من ايه؟ من شده استواء الظهر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اذا وضع الماء، لو حطيت كوبايه ميه ما لا، يعني مبالغه في التعبير. فبالتالي انا ظهري يكون ايه؟ مستوي. مستقيم. والراس مستويه، وانت بتسبح بالراحه، ما تجريش. عايزين بقى نعرف التسبيح في الركوع. قال سبحان ربي العظيم، في تسبيح مذكور عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في طبعا، في وفي كمان في الاعتدال ما قلناهوش، اللي هو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ملء كل شيء شئت بعد. وفي ادعيه ثانيه كثيره، ويكفي المرء دعاء واحد منها، حتى قال ربنا اللهم لك الحمد يجزي ان شاء الله. يعني ان شاء الله في الركوع ايضا من الاذكار سبوح قدوس رب الملائكه والروح في الركوع. نعم، في الركوع والسجود الذكر ده وارد في الركوع والسجود معا. نعم، ويسبح ربنا سبحانه وتعالى. لسه كان من كام يوم سفير صديقي يعني بيسالني، بيقول لي انا لو قلت سبحان ربي العظيم اكتر من مره ولا هي لازم مره واحده؟ فقلت سبحان الله، انت كان المفروض تفرغ الحلقات بتاعتنا، ان مره واحده تجزئ، وثلاثه التسليم من اول كده سنه، وتزيد، زد ما شئت، خمسه سبعه ما فيش مشكله، يعني كنت اماما بس لا ايه تثقل على الناس، لا تطيل على الناس، لان مش كل الناس عندها وقت، ان هي مش عايزين الناس تمل، مش عايزين الناس تمل. يبقى هو سبحان ربي العظيم اتقال باحساسه بقلب، سبوح قدوس رب الملائكه والروح، وايه ثم يعتدل. احنا جينا الاعتدال، انا فاكر ان عدينا الاعتدال وقلنا الاذكار بتاعته صحيح. طيب نعم. ونرفع ايدينا وما ننساش، نرفع ايدينا، ناس كتير قوي ما ترفعش ايديها،
هنرفع ايدينا ونسجد بقى. بس ايه قبل ما نسجد اعتدل واخد نفسي. هنيها الله ينور عليك، حفظها انت ما شاء الله. فيبقى انا اعتدل وانزل على طول، مش لا اعتدل اخد. في ناس انا مش عارف مستعجله ليه، ما بيلحقش يعتدل يعني، ظهره ما اعتدل كده وروح نازل جري. هو دلوقتي بقى هو الناس بتتعلم ازاي تكون في معيه المولى عز وجل. جميل. هو يعني هنيها ايوه وسجد. هنعرفها ازاي الهنيه دي؟ باخذ نفس. نفس هنعرفها ازاي؟ عشان مساله ياخد نفسه، يعني اعتدل. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. روح ايه؟ ساجد نازل للسجود، يهوي زي ما انت ايه فاكراها الحمد لله على طول، يهوي للسجود. انت رايح لحبيبك. صحيح. انت رايح لحبيبك، فانت يعني تذهب الى السجود ذهاب المشتاق. صحيح. كانك تسرع الى الله، لان اقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. فانا عايز ابقى قريب لربنا سبحانه وتعالى، فما اروحش بقى كالكسلان وكالمتباطئ. لا، وفي ايه من احب الايات لقلبي، ربنا عز وجل بيقول للمؤمن اسجد واقترب. واسجد واقترب. الله. هو سجد هو كده قريب، بس اقترب هيعلى في المرتبه. نعم نعم. واعني على نفسك بكثره السجود. ربيع بن كعب الاسلمي. فهنا سبحان الله انت بتسجد وبتقرب ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، كل ما تسجد كل ما تقرب، كل ما تسجد كل ما تقرب، لما هتعلى درجه. واجمل بقى لما ايه ادعي بقى. صحيح. إيه انت، انا مش عارف، احنا بنستعجل قوي. ده احنا يا استاذ امينه كم صلاه في اليوم؟ فرائض خمسه. صحيح. الركعه بتاخد قد ايه يا اخوانا؟ طيب، هو سجد وقام من السجود. في الهنيهه بقى اللي بيقعدها ما بين السجده والسجده بيدعي يقول ايه؟ طيب جميل. انا بس عايز اكد برضو في السجود ان هو ايه حاطط ايده، ايه ضمم ايده وعند حزو الكتف. بنعيد الكلام ده تاني. يعني انا في ناس بتضيق ايديها قوي. ايوه. وفي ناس بتوسع قوي. صحيح. وواحد عامل ايده كده وواحد عامل ايده كده. لا، ايدك تبقى اتجاه القبله. مضمومه واتجاه الايه؟ القبله. وبمحاذاه المنكبين. صحيح. تمام كده. وبناكد على ان الانف والاذن، الانف والاذن ايه؟ الانف والجبهه يبقوا في الايه؟ في السجود. الانف والجبهه في السجود. فواحد عامل لي كده، واحد خايف يلمس، يا لا لا يا عم اسجد زي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. انا مش عايز اقول لك ان كان في بعض زي عمر بن العزيز وبعض يرموا التراب ويزود عشان يتذللوا الى الله سبحانه وتعالى. عزه لينا من نعم نعم. صحيح. يبقى هنا ويجافي بين الايدين وصوابعه من ورا. بناكد عليها اللي ما سمعناش المره اللي فاتت يا استاذ اميره، ان هو ايه صوابعه تبقى متنيه وهو في الايه؟ في السجود. احنا هنوريهم بعد الفاصل كل حاجه ان شاء الله. ماشي. هنقول لهم خايف على الوقت. عشان بس هنطلع. طيب. عشان نعرف. حاضر. يبقى هنا الدعاء ما بين بين السجدتين، الجلسه اللي هي بين الايه؟ بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي. وفي رواية تانية رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. مرة برضو ولا ثلاث مرات؟ مرة. مرة. رب اغفر لي وردت في رواية ثلاث مرات، رب اغفر لي بس. وفي وردت بألفاظ تانية، اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، وفي وارفعني كمان. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجبرنا يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. هناخد فاصل ونرجع لكم. الشيخ الجهيني هيؤدي الصلاة كاملة مع الطفلين أحمد ومحمد الجهيني. أسيبكم يعني مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وارجع لكم تاني. وسلامنا وحنيننا يا رسول الله، صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتعلم الصلاة مع بعض واحدة واحدة، الكبار والصغيرين وحبايبنا من السم والبكم. انا هترجم والشيخ احمد جزاه الله خيرا، والاطفال ان شاء الله يعني ان شاء الله يبقوا قدوه لاطفالنا كلنا. وبنعمل حاجه كده بس نجبر بيها خاطر الناس كلها. فالشيخ احمد هيقول لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وانا هترجمها بلغه الاشاره. اتفضل. اول حاجه النيه. أني سوف أصلي
صلاة الظهر أو العصر أو المغرب. النظر محل السجود، أنظر محل سجودي، الرأس متطأة قليلا، ثم تكبيرة الإحرام، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس يدخلون، يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا، إنه كان توابا. ثم بعد ذلك نكبر للركوع، الله أكبر، الله أكبر، ثم يكون الظهر مستويا، الظهر يكون مستوي بهذه الطريقة، ومسكين الركب بإيدينا كده، سبحان ربي العظيم، 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 سبحان ربي العظيم. والرأس تكون في محاذاة الظهر، لا نزلة كده ولا طالعة كده، وإيديا ما تنزلش خالص كده، يبقى ظهري مش إيه مستوي، ولا يبقى الظهر كده. بعض الناس ما بينزلش ظهره، لازم الطمأنينة شرط من شروط صحة الصلاة، لازم إيه ينتظر قليلا كده. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم الاعتدال، سمع الله، سمع الله لمن، يرفع يده مرة في المرة الثالثة، رفع اليد عند تكبيرة الإحرام، عند النزول إلى الركوع، رفع اليد عند الاعتدال من الركوع كده 3 مرات. المرة الرابعة عند القيام بعد التشهد الأوسط يرفع يده كده 4 مرات، رفع اليد في الصلاة. ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا، حمدا كثيرا، طيبا، طيبا، طاهرا، مباركا فيه، يا ربي لك الحمد، ملء السماوات،
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء كل شيء شئت بعد. بعد كده أهوي، وأنا عايز برضو أقول حاجة، إما بعد الاعتدال إما أحط إيدي كده أقبض إيدي كده أو أرسلها. يعني بعض الناس بعد ما بيركعوا ويعتدلوا، في اللي بيقبض مفيش مشكلة، في اللي بيرسل مفيش مشكلة. بعد كده النزول، إما ننزل على أيدينا أو ننزل على ركبنا. أنا بميل النزول على الإيد، نزلين كده هون الله أكبر، بننزل على الإيد الله أكبر. الإيد مبحازات الإيه الكتف، وقلنا الأنف والجبهة كده. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ونحافظ ان الرجلين من ورا تبقى متنية تجاه القبلة. الله أكبر. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. طبعا القدم اليمنى بتبقى معتدلة كده، والشمال تكون منثنية تحت الإلية اليسرى. بعد ذلك الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. بعد ذلك الله أكبر إلى الركعة الثانية. القيام من الركعة الثانية لا نرفع اليد، قلنا رفع اليد 4 مرات تكبيرة الإحرام، المرة الثانية عند النزول إلى الركوع، المرة الثالثة عند الاعتدال من الركوع الله أكبر، المرة الرابعة عند القيام بعد التشهد الأوسط الله أكبر. قيامي من الركعة الأولى ما ارفعش يدي، أقوم الله أكبر وأضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هكذا. هذا وبالله التوفيق، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله يا رب ينفع الأمة وينفعنا جميعا بهذه الصلاة. عايزين نقول للناس التحيات يا شيخ. التحيات ننزل نكمل الركعة الثانية؟ طيب حاضر، نعمل ركعة ثانية في السجود. ننزل على التحيات على طول؟ طيب ننزل يا أولاد على أساس التحيات. وعايزين بقى التحيات بالراحة عشان الناس بقى والأطفال اللي بيشوفونا كمان. ونشير بالسبابة كده. كان النبي يشير بالسبابة في الصلاة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، وعلى آل محمد كما باركت، كما باركت على إبراهيم، على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم،
إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. السلام عليكم. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بلاش بقى الهزة دي اللي في النص، بعض الناس تهز كده، لا. جزاك الله خير يا دكتور احمد. جزاك الله خير. ربنا يكفيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني الشيخ احمد جزاه الله خيرا من علماء الازهر الشريف النهارده ادى الصلاه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. بشكركم جميعا. شكرا جزيلا. روح بقى اقعدوا. في اخر الحلقه بس حابه اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اقربنا منزله منه في الجنه هو احسننا خلقا. فعايزين مع الصلاه وهي ركن من اركان الاسلام نبقى احسن خلقا، نتخلق بخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. دايما يا رب يعني مجتمعين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.